ركزوا معي، من سنوات أيها الإخوة ونحن نقول ونبدئ ونعيد، والله من قرأ سياق تطور الفكر الديني وغير الديني في الغرب هنا يرى أشياء تقريبا بحذافيرها تستنسخ الآن في العالم العربي والإسلامي، تتكرر كما هي. نعم نعم، أشياء كنا نسخر منها، علمنا طبعا هي محط سخرية، هي محل سخرية، ونحن صغار في المساجد علمنا أن نسخر من الحرمان، قرارات الحرمان وصكوك الغفران، الغفران excommunication، ها حرم، الحرم باللغة اليهودية، حرمان باللغة النصرانية. شو هذا؟ يقول لك أنت خارج الإيه؟ خارج الجماعة، الكنيسة، يسموها الكنيسة، الكنيسة مش المبنى الشيرش يعني، لا لا، الكنيسة الجماعة، جماعة المسيحيين، انتبهوا، ورأس هذه الجماعة هو عيسى عندهم، لكن هذا المبنى هذا شيء هكذا يعني، هذا تعبير مادي. الكليزيا، التشيرج، هذه هي إيه؟ الجماعة، جماعة المؤمنين بيسوع، اسمهم الكنيسة، اسمهم الكنيسة. نحرمك، نطردك من الكنيسة. واه، وأنت الآن قلت هذا، فلست من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، أنت لست شيعيا، انتهى خلاص. يطردونه من التشيع، يطرد من عضو إيه؟ الشيعة، مسكين على شريعتي وأمثال على شريعتي، حسين فضل الله رحمة الله عليه، ليه؟ لأنه خالف في معصومية الزهراء، في مظلومية الزهراء، زنديق، خلاص انتهينا. أي أنت مطرود من عضو نادي أهل السنة والجماعة، خلاص برا. ليه؟ ليه طرد؟ طردوه حرمان، excommunication. يتكلم في معاوية، خلاص انتهى. في معاوية، معاوية هو من أسس أهل السنة والجماعة يعني، من أسس الاعتقاد في مذهب أهل السنة والجماعة، هذا دين معاوية. قال لك إيه؟ excommunication. يا كهنوت، أنتم كهنوت، نفس الكهنوت الغربي، ثم يحكمون على الدين والإيمان، أحياناً بدعة، شرك، أحياناً كفر، كفر، أحياناً يقسمون أنك في النار بمحض التقدير الإلهي قبل ليلتين. وذكروا أن أعود إلى لوثر، دخلت على أحد هؤلاء، عالم شيعي، هدانا الله وإياه، شيء لا يصدق، لم أكد أصدق. الرجل باهل، باهل يعني جعل لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، باهل سنياً على أن أبا بكر وعمر وعثمان في النار، في النار، في النار. وأسأل هذا العالم الشيعي، وأسأل الله له الهداية، لن أقول كما قال الإخوة هناك السنة، نسأل الله أن يموت على هذه العقيدة وأن يصليه نارا، حاشا لله. لماذا؟ نحن نتمنى الهداية حتى لماركس، حتى لنيتشه، حتى للملاحدة، لسنا كذلك. النبي تمناها لمن أرادوا قتله وذبحه في أحد، ولما طلب إليه أن يدعو عليهم قال إني لم أبعث لعنة إنما بعثت رحمة. وأنت تدعو على رجل مسلم موحد يؤمن بالكتاب ويؤمن برسول الله وبالنبيين، عنده اعتقاد جد سيء وجد مرذول في الخلفاء عدا الإمام علي، في الصحابة الأجلاء، في مشايخ المسلمين، وفي أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها، في عرض رسول الله، اعتقاد من أسوء ما يكون. لديه محاضرة استمعت لها، قلت سأستمع، أريد أن أرى كيف يثبت هذا العالم الشيعي أن عائشة في النار. اسمه عائشة في النار، أدخلوا عليه، يمكن تسمعوها 55 دقيقة في اليوتيوب. واستمعت إليها من أولها إلى آخرها، لست لأنني سنية أيها الإخوة، لا والله الذي لا إله إلا هو، كما قلت لكم لا يعنيني على فكرة، لست سنيا في نظرك، لا يعنيني في الحقيقة. إذا أردت تصنيفي أنا سني شيعي ماركسي رأسمالي ملحد فيلسوف مؤمن ككل مع بعضه، هكذا ستراني، هكذا إذا أردت أن تصنفني من خلال جزئية واحدة تأخذها مني. أنا كل هؤلاء، من الصعب تصنيف الإنسان الحر أيها الإخوة، من يفكر بحرية ويتكلم بحرية، من الصعب أن تصنفه. أسهل تصنيف تصنيف الجمادات، إذا ذهبت تصنف النباتات أصعب التصنيف، ذهبت تصنف الحيوانات مثل ما فعل لينوس السويدي أصعب وأصعب، أما أن تصنف البشر وتتحدث عن ميادين إنسانية واجتماعية وفكرية من أصعب ما يكون، لأن البشر، لأنني، لأنك، لأنك، لأننا، لأنهن، لأننا كبشر أيها الإخوة عوالم، برازخ تتقاطع لديها أيها الإخوة معاني الكمال والنقص، معاني التكامل ومعاني الثبات، يعني التغير والتطور أيها الإخوة، المصلحة والمعرفة، الأفكار والرغائب، الأفكار والرغائب، كل هذا يتقاطع في الإنسان، من الصعب جداً. لا أشهد لنفسي، ومن الصعب أن يشهد أحد منصف لنفسه أنه ينطلق دائما بلا تحيزات، مستحيل، صعب جدا. الإنسان هو عالم من الموضوعية والتحيز، مشتبك، شيء صعب جدا جدا جدا.
لذلك ما أجمل ما كتب فولتير. على فكرة لا أحرم نفسي ولا أحرمكم الحمد لله ولا أحرم المستمعين، لا أحرم نفسي من أن أتمتع، أتمتع حقيقة وأنتشي نشوة من أعظم ما ينتشى به أيها الإخوة بروائع حكمة العقول العظيمة في الشرق والغرب، حتى وإن كانوا في نظرنا ملاحدة أو غير إيه مؤمنين. لا يعنيني، الحكمة ضالة المؤمن. هؤلاء يحرمون أنفسهم من أن يتمتعوا بروائح حكمة إخوانهم إن خالفوهم بقيد واحد مليمتر فقط، انتهى، شطبوا عليك انتهى خلاص، لا ينتفع منك بشيء، مش معقول. لا لا لا، أنا انتفع بنيتشه وبماركس وبفوكو وبكل هؤلاء وبمارثل لوثر، ما عنديش مشكلة. طبعا ماذا يقول فولتير؟ يقول فولتير: إذا أردت أن تدرس المسيحية حقا أنصح لك أن تدرسها كأنك تستمع وكأنك ترى وتقرأ لأول مرة. حاول أن تمثل دور من لا يعرف شيئاً عن المسيحية، لا بالسراء ولا بالضراء، لا بالخير ولا بالشر، لأول مرة. لماذا؟ لكي تتخفف من أوهاق وسطوة العقل الجمعي ومن أبهاض التقليد والتكرار والتلقين. نحن إخواني، نحن ضحية بمعنى ما كما يقر علماء النفس لانطباعاتنا الأولى. للأسف ينشأ هذا في مجتمع شيعي، خلاص أول انطباع عنده عن الصحابة فيما يخص الصحابة أنه أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وحفصة وعائشة والعياذ بالله منهم أبارسة في شكل بشري. أول انطباع هكذا يعلم، وأنهم ساهموا في ملحمة أهل البيت وفي مظلمتهم وفي تعذيبهم وفي تهجيرهم وفي 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 وفي. من الصعب جدا على هذا المسكين الشيعي، وهو مسكين أيها الإخوة، والله من الصعب، أنا أقول لكم من الصعب جدا. إذا أردنا أن ننقذه من هذا علينا أن ندمن إعطاء دروس مثل هذه الدروس، دروس لكي لا نخدع، دروس في المنهجية، اختبار المنهجية، اختبار الجدية في معرفة الحقيقة، مسألة صعبة جدا جدا. السن المسكين الآخر، ما احنا مساكين أيضا وعباب الله، السن المسكين الذي نشأ وأول انطباع عنده كل الصحابة ما شاء الله عليهم أحسن ناس، أعظم أمة بعد رسول الله، ولا واحد بصير زيهم، مش عمر عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس العظيم الصالح الولي، هذا ولا يقارن بالغبار اللي دخل أنف فرس معاوية. معاوية؟ قال لك معاوية اللي ساوى وساوى وساوى، اللي حنعمل عنه حلقات طبعا إن شاء الله، ممكن تأتي في 20 ساعة على الأقل بالأدلة الصحيحة القوية، وبعدين يردوا عن معاوية، سوف تفهمون من معاوية. معاوية هذا؟ يقول لك نعم. عجيب يا أخي. طب بوسطر ابن أبي أرطة رضي الله عنه، الصحابي رضي الله عنه، ذبح الأطفال رضي الله عنه، سبى المسلمات في همدان، مسلمات حرائر مثل أمي وأمك وأختي وأختك، سباهن وباعهن في الأسواق، فكانت تباع الحرة المسلمة على عظم ساقها، كلما كانت ساقها عظيمة بيعت بثمن أزيد وأبهض. قال العلماء والمؤرخون كابن الأثير المؤرخ السني في الكامل: فكن أول مسلمات يجري عليهن السبي في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. إيه شو هذا يا أخي؟ انتبهوا، بين قوسين حتى لا أنسى، أفكار تتلاحق واعذروني، بين قوسين أيها الإخوة، جزء من أسباب انتشار الإلحاد في الغرب شيء مثل هذا تماما. كيف؟ في شخصية اسمها ديفيد، كينج ديفيد، الملك داود، عندنا نبي، عندهم ملك هو، بس اسمه في الكتاب المقدس حبيب الله، لقبه يلقب بحبيب الله. فولتير ألف المسرحية الشهيرة شاول عن حبيب الله هذا، وأبرزه ما شاء الله في صورته الحقيقية المفزعة الفظيعة. داود رجل غدار يقتل ضباطه ويسطو على نسائهم. داود هكذا بأمر من الله أيها الإخوة، وحي علوي، إذا تمكن من قوم يحرمهم جميعا، يقتل كبارهم وصغارهم، ذكورهم وإناثهم أيها الإخوة، بريئهم ومجرمهم، ولا يطرف له جفن. داود آية من آيات الدموية والبربرية في الكتاب المقدس. انتبه حبيب الله، بدك تتقبله كما هو، وإلا أنت إيش؟ هرطيق، أنت هرطوقي، زنديق، تقتل عند المسيحيين، جنة جنون الناس، كيف تفرض علي هذا؟ كتب أحدهم يقول تتبدى أعلى درجات القداسة والنزاهة في شخصيات الكتاب المقدس الأكثر قسوة والأبعد عن الرحمة. أجمل وألطف الفضائل في نظر هؤلاء مفسري الكتاب المقدس أيها الإخوة، أبعدها هي عن مراد الله. الله ما بحب هيك، الله بحب قد ما تقدر كن مجرم، كن مجرما، كن ذباحا سفاكا باسم الحق،
كما قلنا في الخطبة السابقة، اقتل الشر يحيى الايه؟ الخير. اقتل الباطل، لا مش اقتل، طهر، لغة الشيخ في مصر، طهر، طهر بالكامل، اذبح من عند الآخر، لا تذر منهم ديارة. بحيا الخير، بحيا مذهب أهل السنة والجماعة. والشيخ خل من شيوخ الشيعة، لم أذكر السني فلا أذكر الشيعي، نفس الشيء، يتمنى أنه يستطيع أن يخلي الأرض من كل سني ناصبي. كارثة، نحن نقع في كارثة حقيقية. أنا أقول لكم الآن تلغم أرض العرب والمسلمين الآن، كما لغمت العراق قبل أن يأتي الأمريكان. وأنا صرخت من على منبر رسول الله في الهداية، إخواني وطلابي يعرفون هذا، أليس كذلك؟ كنت أصرخ أقول إنهم يلغمون أرض العراق. قالوا لا 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 لا، هذا سني أيها الإخوة يقول لا 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 لا، الشيعة جبناء، يعني لنا أن نكفرهم، لنا أن نفتي بذبحهم، على كل حال مهما حصل هم جبناء لا يستطيعون أن يردوا علينا. قلت هلكت العراق، انتهى خلاص، الأمور واضحة لدي في هذا المنطق، نتحرك، هلكت العراق. والله نحن لا نعطي فتوى لا بقتل شيوعي ولا بقتل علماني ولا بقتل لاديني، نعطي فتوى واحدة، ناقش بس، هي عندنا ناقش، ولا تلجأ إلى السلاح، دائما احتكام للنقاش للدليل حبيبي، وسوف نرى بعدين من الذي يكسب، أليس كذلك؟ وانتهينا خلاص، هو هذا، كما كان يقول مارتن لوثر. على كل حال، هذا داود حبيب الله، حبيب الله، يكتب أحد هؤلاء الملاحدة الغربيين في القرن 18 يقول كيف يمكن أن نتقبل، قال، هذه الشخصيات على أنها مقدسة ومنزهة، وإليجا إليشع هذه الشخصية الإلهية، النبي، هذا النبي يصرخ في البراري، هذا إليشع قال لمجرد أن صبية براء في أبرى من الصبي الطفل الصغير، صبية نادوه يا أصلع الرأس، الكتاب المقدس فعلا قال له يا أصلع الرأس، يا أبو جلاتس يعني يا أصلع، فغضب غضبا شديدا واستعدى عليهم السماء وأنزل عليهم أبشع اللعائن، لعنهم، لعنهم إليشع، إليشع إليجا هذا يعني، إليجا إليشع لعن الصبية لأنهم قالوا يا أصلع الرأس. إيه اليوم ممكن نقول لك يا متعصب يا منغلق يا استئصالي يا تطهيري، أو ملعون أنت، مش بس خارج النادي تبعنا نادي أهل السنة، لا ملعون، وقطعا كل من يستمع إليك ملعون، ومن يغتر بك ملعون، وأنتم في جهنم، عائشة في جهنم وفلان في جهنم، عادي شيعي يدخل الناس في جهنم.